السلام عليكم. من عند محترف في وسط مخبزة خديت من عندكم ليكم معلومات باش ندير باريزيان. تعال توكلنا على الله نبداو. خديت واحد شوية ديال الماء سخون، جهد كاس ديال العنبة يعني صغير، درت فيه معلقة ديال السنيدة وسكر يعني، ومعلقة ديال الخميرات الخبز، وغنحركها مزيان وغنخليها على جنب تتخمر. وغادي ناخد الدقيق جهد 500 غرام، انا عندي كل زلافة كتهز 250 غرام. غندير جوج ديال الزلايف ديال الدقيق، هادي معلومات من وسط مخبزة ومن عند واحد محترف اللي عطاني هاد المعلومات وجربتها وجات ناجحة. تنزيد الملح مع الخبز، وكنحرك وفي نفس الوقت كنزيد الماء دافي بشوية بشوية وانا كنعجن. تقريبا الماء دافي اللي درت جهد كاس ديال الماء، وعينكم ميزانكم وعلى حسب الدقيق. غادي تبقاو تزيدوا الماء وهي وانتم كتعجنوا، ولكن غادي ديروا حساب هذاك الخميره اللي خليناها كتخمر. المهم ان في الاخر خصنا نحصلوا على عجينه تكون رطبه بزاف، واخا تكون كتلصق ماشي مشكل. انا نخليها كتسدلك. دابا غادي نزيد هاد الخميره، ولكن رد الكاس راه غير عاطيه السرعه انا للتسجيل. قلت تقريبا شي 10 دقائق، لا لا ماشي 10 دقائق كاع، المهم تقريبا دلكتها ما يكفي. دابا كتزيد تدلك مع هذيك الخميره، نقيس هي جات رطبه ولكن بغيتها تكون شويه كتلصق. زدت جهد جوج معلقات الماء اللي زدت صافي. دابا غادي نخليها باش تشرب هذاك الماء، هاي شربتو ها القوام اللي بغيتو، شفتو القوام بحال هكاك فاش كتجريها كتجبد معاك ماشي كتقطع. ها قوامها مزيانه. دابا غادي نغطيها، ندير لها فيل اليمونتيغ، ولكن غادي نغطيها ندير فيل اليمونتيغ منو للعجين، يعني ما نخليش العجينه الهواء ما بين العجين والفيل اليمونتيغ. بحال هكا شفتو غطيتها، غنخليها حتى تخمر. هي خمرات ولا تضعفات. دابا لاحظوا اشنو غادي ندير. غادي نحاول انني ما نخرجش الهواء اللي كاين دابا في العجينه. ها انتم غادي تشوفوا، غادي نخرجها بلطف وغادي نكلكمها بلطف، وما غاديش نخرج منها الهواء في مره، ما نعاودش ندلكها، خصي يبقى فيها هذاك الهواء اللي تكون بالخميره. بالنسبه لهذا المقدار ديال العجينه انتم شوفوا كي كنلوي، ما كنضغطش في مره. هذا المقدار كيجي ب4 ديال القطع ديال لي باغيت، يعني نقسمها على جوج وكل وحده نقسمها على جوج يعني 4. تشوف كي غنكلكمها، غادي غنجمع ما نوركتش ما نضغطش عليها في مره ونحطها. كنخلي فيها هذيك الخميره الاولى كنخليها فيها، هذه حتى هي شفتو كيف ما خرجتها، غير كان نحاول نجمعها وصافي من التحت بشوية وبلطف. غنخليها دابا تخمر واحد 10 دقائق هكاك ورجع. هيا تخمرات نفس الشيء، شوفو كي غندير. غادي نحاول ندورها ونلمها في من التحت بلا ما نضغط، ما نضغطش في مره، نخلي فيها الهواء ديالها
راه شوف كنكلكمها هكاك بنروح نحاول نرجعها طويله، ولكن راه ما كنضغطش نضغطش غير دابا حيت انا مزربه هذا التسجيل وصافي. اما الى درت بوط تشوفوا بان يدي راه يدوب حركه تمس العجينه. انا صورت ان بلاطو ديال باريزيان بيتي ديال لي باغيت، ما عنديش نورمالمون هذاك التبصيل ديال لي باغيت، الوغ صوبت راسي. شوفوا كي كنلويها هكا ونجمعها ونحاول نطولها بلطف، ما نوركش في مره راك تحسوا بها في يديكم بانها منفوخه، ونخليها منفوخه. هكا كنستمر حتى تنكملهم في الفران. بالنسبه للفران كتدخلوا معكم شي حاجه اللي فيها الماء، تديروا الماء فاش كيطيب في الفران ديروها بالماء، ديروا معها الماء باش تعطي داك البخار كي يساعد في هذا بانها تجي مقرمشه من الفوق ومزيانه. الا كنتو غديروا شي حاجه ديال بورسولين او جاج ماشي مشكل، او ولكن الا كنتو غادي ديروا الومنيوم او معدن احسن انكم ديروا الماء وديروا فيه الخل باش ما يتكرفش لكم. دابا غادي ندهنها شويه بالماء باش نقدر نرشها من الفوق باش ما بغيت يعني باش ما بغيتو. انا درت غير البافو، تقدروا ديروا الزنجلان، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا ديروها من الفوق. انا متوفر عندي البافو اللي كاينه الساعه درتو، كندهنها بالماء وفي نفس الوقت كان باش يشد فيها. وغادي نجيب شي سكين يكون ماضي وباش نقدر نفلحها. غنفلحها الا حسيت بيه بدا تلصق غنديرو في الدقيق ونكمل نفلح فيه اخرين. هذيك الرابعه خليتها بلاش، غندير فيها غير الدقيق. دابا غادي تخمر واحد 5 دقائق، عاود تنخليها تخمر بين ما شعلت الفران وسخن. نشعل ليها من التحت حتى نشوفها طابت ونحمرها من الفوق. انا هذه خاصه نديرها خاصه ب الرشان ديال شي حاجه كنطبخها، درت فيها شويه الماء وشويه ديال السكر. ممكن دير السكر، ممكن ديروا معلقه العسل، يا العسل يا السكر، وتحركوها مع الماء وترشوه باش كتجي محمره من الفوق وتجي مقرمله. كيف قلت لكم انا غندير مع شي حاجه فيها الماء في الفران. هيا هما طابولينا ها كيف تيخرجوا، جاو ناجحين 100% زوينين بزاف. درتهم هذاك اليوم مازال درتهم في ساندويتشات للدراري تكالو هكذاك سخان ما شاء الله. ايوا اش غادي نقول لكم، اللي ما مشاركش يشارك ومرحبا بكم. والى عجبكم شي حاجه ما تبخلوش بجام وبالاولى لايك او اعجاب اللي بغيتو وشاركوا معايا وخليكم معايا تابعوني، وكتبوا ملاحظاتكم الا بغيتوا ولا اسئله ولا اي حاجه. مرحبا بكم، وها الشكل النهائي ديالو.
وشكرا لتتبعكم ليا، وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفة أخرى.